تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتاج الإفريقي هو أبرز ما ميز سنة 2019. تتويج جاء بفضل تركيبة بشرية يقودها مدرب اسمه جمال بلماضي، الذي استطاع في ظرف وجيز إعادة الروح لمنتخب كان يبحث عن نفسه منذ مونديال البرازيل 2014. تتويج أثلج صدور العائلات الجزائرية التي غزت ملعبي 5 جويليا ووغنوني في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، التي عاشت ليالي بيضاء احتفاءً بمعانقة الكأس الإفريقية الغائبة عن أحضان الكرة الجزائرية مدة 29 سنة. جات بالعرق جبينهم وتبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وفرحوا كاع الشعب تاع الجزائر. سنة 2019 شهدت كذلك فوز شباب الوزداد بكأس الجمهورية الثامنة في تاريخه وظفر اتحاد العاصمة بلقب البطولة، التي ستعرف تغييرا في نظام المنافسة بداية من الموسم الكروي 2020-2021، بحيث سيتشكل المحترف الأول من 18 فريقاً، في حين ستفقد الرابطة الثانية صفة الاحتراف التي ستكون بمجموعتين من 16 نادياً، كما سيتم حذف ما بين الرابطات وتشكيل 6 أقسام جهوية. بطولة هذا الموسم شهدت مقاطعة اتحاد العاصمة الدرب العاصمي الذي يجمعه بغريمه التقليدي مولودية الجزائر برسم اللقاء المتأخر عن الجولة الرابعة من المحترف الأول بسبب غياب 6 لاعبين ورفض هيئة مضوار تأجيل المواجهة التي كانت مبرمجة في تواريخ الفيفا، تأجيل حرم عشاق الدرب من داخل وخارج الوطن من الاستمتاع بالأجواء الخيالية التي يصنعها أنصار الفريقين. في الرياضات الأخرى، وصل العداء توفيق مخلوف حفظ ماء وجه رياضة ألعاب القوى بعد حصده الميدالية الفضية في سباق 1500 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة. بدوره وصل المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية بعد حصده 16 ميدالية ذهبيتان، واحدة منها حصدتها البطلة العالمية نسيمة صيفي التي حطمت رقمها القياسي في رمي القرص، إضافة لثمان فضيات وست برونزيات في البطولة العالمية لهذه الفئة التي أقيمت بدبي الإماراتية. في انتظار ما سيسفر عنه عام 2020، يبقى الرهان هو تطوير المنظومة الرياضية بإعادة الاعتبار لبعض الرياضات التي فقدت بريقها، خاصة ألعاب القوى، حيث تطمح الجزائر للعودة إلى منصات التتويج بداية من أولمبياد طوكيو.